السلام الله عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقه الليله من برنامج المشهد، والتي تناقش حراك مجلس الشيوخ الذي يتصاعد يوما بعد يوم، وهم يتجهون الان لمساءله الوزير الاول يحيى والحدامين. يسعدني ان استضيف لهذا الموضوع الاستاذ محمد بن سيد مولود، كاتب ومدون. اهلا بك استاذ. مرحبا، اهلا وسهلا. مجلس الشيوخ في تصعيد متواصل مع السلطه التنفيذيه، خاصة الغريب في الأمر أن هذا التصعيد من موالين أصلا للنظام. ما سر هذا التصعيد وهو المجلس المعروف بولائه لمختلف الأنظمة المتعاقبة، خاصة النظام الرئيس محمد عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على إتاحة الفرصة، ورمضان مبارك لكم ولمشاهديكم ولكل مواطنين. أنا لا أعرف هل الأنسب هو أن نصف ما يقوم به أعضاء مجلس الشيوخ الآن تصعيدا أم قيام ببعض الواجب، حتى وإن كانوا قصروا فيه في فترة ماضية. ما يقوم به البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ تحديدا الآن هو من صميم عملهم الطبيعي كبرلمانيين، والولاء لا يعني أن البرلماني لا يشرع ما فيه مصلحة للشعب أو لا يراقب سير الحكومة. هذه غلطة مع كامل الأسف يقع فيها البرلمانيون الموالون غالبا، فإذا رجع بعضهم أو رجعوا كلهم للصواب فهذا هو الأصل المفترض وليس العكس. وبالمناسبة هذه ليست بدع من صدام البرلمانيين في موريتانيا بالرؤساء، فقد حصل ذلك مع الرئيس السابق محمد الشيخ عبد الله. ومن الغريب ومن الطرائف أن الأغلبية الحاكمة الآن وعلى رأسها الرئيس محمد عبد العزيز عددوا عرقلة أو ما سموهم عرقلة سيدي الشيخ عبد الله للبرلمان من الأسباب الانقلاب على الرجل، وها هم اليوم يقعون في نفس الخطأ شبرا بشبر وذراعا بذراع. طيب هذا لهم ما يقومون به الان، قلت انه من صميم عملهم، وهو من صميم عملهم دستوريا وقانونيا. أيام. لكن ما الذي جعلهم يتخلون عن هذا العمل وعن هذا الواجب ولا يستشعرونه ولا يقومون به الا في هذه اللحظات الاخيره، في هذا الوقت بالذات، في هذا المرحله الحرجه السياسيه الان؟ شوف، اولا مجلس الشيوخ رفض بعض القوانين قبل الأزمة الحالية وقبل التصويت ضد التعديلات الدستورية المقترحة من طرف السلطة التنفيذية والرئيس تحديدا، منها على سبيل المثال مشروع قانون الإرهاب، ومنها مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالمالية والضرائب. يعني ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أعضاء مجلس الشيوخ قوانين، وهذه قوانين ذات صبغة عامة وليست مطامح شخصية كالتي يتبناها اليوم رئيس الدولة شخصيا. محمد عبد العزيز في مقابلة مع قناة الجزيرة بتاريخ 11 أغسطس 2008 قال بصريح عبارة، وهذا البرنامج موجود على يوتيوب، قال إن من أسباب الإطاحة بسيدي الشيخ عبد الله أنه عرقل تشكيلة محكمة العدل، عرقل عمل النواب من أجل تشكيلة محكمة العدل السامية، عرقل سعي النواب إلى التحقيق في مصادر هيئة خدتو مثل البخاري حرم الرئيس السابق. هذا نفس ما هذه مآخذ على سيدي برروا بها انقلاب عسكري على رئيس منتخب. الآن أعضاء مجلس الشيوخ محكمة العدل السامية لم يعد تشكيلها منذ انتخاب البرلمان. لا يسمح للبرلمانيين بالتحقيق في مصادر هيئة الرحمة المحسوبة على أسرة الرئيس السابق، وهو ما بدأوا الشيوخ يسعون إليه. يعني أن القوم يقومون بما طالب محمد عبد العزيز البرلمانيين أصلا يقوم به ضد محمد الشيخ عبد الله. إذا لا وجه للغرابة. المشكلة أننا نريد مشرعين يعني شكليين، فإذا قاموا ببعض ما كنا نطالب نحن كمعارضين يلامون، وإذا قاموا ببعض المفترض أن يقوموا به أصلاً، وحتى وإن تطابق مع وجهة النظر السابقة التي برر بها الانقلاب. طيب ما زلنا سنناقش هذه المسائل التي منع منها مجلس الشيوخ، وعلى الأقل يريدون القيام بها. نعم. لكن الآن نبقى في ما الذي جعلهم يتغيرون؟ ما هي الأسباب التي غيرت هؤلاء؟ هم وصفوا ما قام به الوزير الأول يحيى الحدامين من زيارته المناطق الشرقية بالعمل القبلي أو إلى آخره. هل هو كذلك أم لا؟ طيب هم وصفوهم بهذا، ويريدون أن يسائلوه عن هذه المسألة. نعم. كم من نشاط مشابه قام به وزراء سابقون؟ نعم. وكم زيارات قام بها الرئيس محمد عبد العزيز فيها نفس المواصفات الزيارات الزيارة التي قام بها الحدامين؟ نعم. لماذا لم نسمع لهم مساءلة وزير غير في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بذلك؟ لماذا لم يعترضوا؟ لماذا لم يقولوا؟ نعم. هذا شوف استاذ الفاضل، انا لست بصدد تزكية مسار مجلس الشيوخ منذ انتخابه الى الان، مجرد قراءة حتى يفهم المشاهد الاسباب التي جعلت الشيوخ. انا اخذ على مجلس الشيوخ الكثير
وإلى الآن ما يقوم به هؤلاء رغم أني أعتبرهم من صميم عملهم الواجب أصلاً الذي قصروا فيه طيلة السنوات الماضية، ورغم مآخذي على الرئيس نفسه الذي لم يجدد غرفة مجلس الشيوخ في تاريخها وعلى الشيوخ نفسهم الذين لم يطالبوا بهذا التجديد، فإن ما يقومون به هو نسبة ضئيلة من واجبهم أصلاً. يعني القيام ببعض الواجب لا يمكن أن يكون مأخذاً، المأخذ هو السكوت عليه أصلاً، هذه واحدة. أيضاً أنا أعطيتك نماذج من المشاريع التي رفضها مجلس الشيوخ قبل الأزمة الحالية، بما فيها مشاريع تتعلق بالإجراءات التي يعملونها الآن. عضو مجلس الشيوخ مثلاً محمد القدة نشر قضية هيئة الرحمة وصور من ممتلكاتها، من شاحناتها الضخمة ومن آلياتها الكبيرة قبل تصويت على أزمة الشيوخ وقبل هذه الأزمة الحالية. أعضاء الشيوخ المعارضون من زمان وهم يقومون بنفس الشيء، لكنهم كأقلية لا يتركون أثرا لدى الرأي العام. الجديد الآن أن الرئيس بالغ في شطط السلطة واستخدامها وتقليص صلاحيات السلطة التشريعية. هذا سيد زعيم من مجلس الشيوخ رد فعل أقوى. وهذه نحن عندنا خلل كبير في المؤسسات السورية عموما. رئيس الجمهورية يمكنه حل البرلمان، الجمعية الوطنية مثلا، رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأعلى للقضاء، رئيس الجمهورية هو الذي يعين مجلس الإسلامي الأعلى، رئيس الجمهورية يعين 3 على 6 من أعضاء المجلس الدستوري. يعني الرجل كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية عنده، فإذا بقيت فقط منها 2 أو 3% عند الغرفة الوحيدة التي يمكن أن تقول لا في مسألة جزئية بسيطة وقالت لا، يعني تقوم الدنيا ولا تقعد يعني. ومع هذا يدعي النظام وتدعي موالاة النظام أنهم يحرصون على المؤسسية وعلى الديمقراطية، وهم يقعون في أخطاء أخذوها على سيدي الشيخ عبد الله ويعرقلون عمل واضح مستند إلى نصوص دستورية. طيب صريحة في مواد واضحة. مؤتمر رؤساء مجلس الشيوخ أجاز سؤال الوزير الأول يحيى والحدمين، سؤال مفعم بكثير من النقاش موجه الوزير يحيى والحدمين حول زيارته الأخيرة من الشرقية. نعم، ما هي فائدة هذا السؤال، وما الذي سيفيد سؤال وزير الأول يحيى الحدمين، وما هو الهدف منه الذي دفع الشيوخ لهذا؟ شوف أستاذي الفاضل، بعدها سنناقش القضية الأخرى. نعم، شوف أستاذي الفاضل، المؤسسات التشريعية هي ذات طابع نظري تشريعي فقط. إذا لم تساندها مؤسسات تنفيذية وسلطة تنفيذية يبقى ما تقوله مجرد حبر على ورق، وهذا مع الأسف ما يحصل وحصل في كثير من الحالات، وليس في قضية مجلس الشيوخ فقط. أنا أعطيتك نموذج محكمة العدل السامية مثلا، أعطيتك نموذج سلطة العبد العزيز على محكمة المحكمة العليا أيام السيد الغيلاني. هذا ليس غريب على من يأخذ رئيس منتخب ويحطه في السجن، لكن السؤال في بعده أولا هو لفت انتباه الرأي العام ولفت انتباه المشرعين عموما على أن ما يقوم به رأس الحكومة رئيس الوزراء أنه عمل غير دستوري وغير قانوني وغير سياسي، وأنه يؤدي إلى شقاق مجتمعي في الوطن، وهم لا يملكون غير المساءلة أو غير المطالبة أو غير الرفض. الناس صوتوا ضد تعديلات الدستورية المقترحة، وصوتوا تصويت يعني بأغلبية ساحقة جدا أكثر من 1/3، ومع ذلك ما هي كانت النتيجة؟ النتيجة تأويل ولي أعناق نصوص وهروب إلى الأمام أو دفن الرؤوس في الرمال. هم لا يملكون دبابات ليقوموا بانقلاب، هم لا يملكون ميزانيات ليعلقوا رواتب الناس. ما الذي يملكه المشرع؟ لا يملكون إلا ما أملكه أنا، كتابة تدوين أو كتابة مقالة، أو تملكون أنتم كصحفية تنشرون خبر أو تعلقون وتضيفون ضيفا. الهيئات التشريعية إذا لم تحترمها السلطة التنفيذية، يا أخي من يرى عنصر من الحرس الوطني يمنع الشيوخ أن يخرجوا، بعضهم أن يخرج من كاتبه وبعضهم أن يدخلها؟ لا يمكن أن يلوم هذه الهيئة التشريعية، ولا يمكن أن يلوم البرلمان، ولا يمكن أن يلوم الصحافة. يعني نحن في ظل قانون غاب وحكم قوة وسطوة، أهله لا يقيمون وزنا للمؤسسات الدستورية. طيب، مع كامل الأسف، والنماذج أكثر. هناك رأي آخر أهله يقولون أن الحراك الحالي الذي نشهده من قبل مجلس الشيوخ الموجه بصورة واضحة للسلطة التنفيذية الحاكمة، وخاصة جناح الأغلبية جناح محمود عبد العزيز والوزير الأول يحيى الحدمين، سببه أن الرئيس طالب في مهرجان في نعل الشهير بحل مجلس الشيوخ، وقال أنه يشكل عبئا على الدولة وأن غرفة واحدة تكفي، وهو ما شهده بعد ذلك في حملة شرح هذا الخطاب من تجاوزات لاحظها الشيوخ ومن بعض المسؤولين في الحزب الحاكم اتهموهم بأشياء. أن هذا مجرد رد على ما وجه لهم من اتهام. شوف هذه مغالطة كبيرة، وأكرر أنني لا يمكن أن أكون هنا من أجل تزكية مسار مجلس الشيوخ. لك قارئ عقل متابع، أرى أن 90% من أعضائه أو 8% من أعضائه موالية لنظام أنا أعارضه في أغلب إجراءاته وأعارضه، لكن هذه مغالطة. أولا العبء، لماذا لا يعتبر البرلمان عبئا؟
الجمعية الوطنية مثلا عبان، إذا كانت كل مؤسسات التي يصرف عليها ستكون عبان. حتى لا نناقش الجزئية الميزانية المخصصة لمجلس الشيوخ قبل 3 سنوات لا تمول الحملة، لا تستثمر الجزئيات. نناقش أن هذه الاتهامات التي وجهت لمجلس الشيوخ وهذه التجاوزات اللفظية هم قاموا بهذا التصرف في تصعيد ردا عليها فقط، ترى هذا وارد صحيح. لا لا، لكن أنا أريد أن أنفي السبب أصلا حتى لا أصل إلى نفس النتيجة، فإذا انطلقت من سبب خطأ سيصل إلى نتيجة خطأ. هل ترى هذا واقعا بجواب نعم أم لا؟ شوف أن هذا رد على الرئاسة نفسها عبء على المواطن، والوزارات عبء على المواطن، والموظفين العاديين عبء على المواطن من هذه النظرة الضيقة. يعني هذه مثل نظرية أن 33 مجلس شيوخ لا يمكن أن تحكم إرادة الشعب، هو رئيس وحده يحكم إرادة الشعب وهو شخص واحد، لكن هذا طرح ضيق للغاية. الرجل سطى على صلاحية المجلس. مثل الإنجليزي يقول إنك إذا حشرت القط يعني في الزاوية تحاول أن يشرحها. أنت إذا سطوت على صلاحيات هيئة التشريعية يعني هي لا تملك إلا أن تقوم. هي الصلاحيات التي سطى عليها الرئيس محمود عبد العزيز، صلاحية مجلس الشيوخ مثلا. آخرها وأهمها الذي سكرنا منعطفا وأدخلنا في هذا النفق الآن هو أنهم عرض عليهم مقترح تعديلات دستورية فرفضوه بآلية سلمية محترمة جدا، دار استعين ديمقراطي عادي فانقلب عليهم. يعني هذه صلاحياتهم، هم مصممين صلاحياتهم بنص الدستور، احترم لهم صلاحياتهم، لم يحترمها. احترم على حتى اعطيك الراي الاخر الذي يقول انه احترم لهم صلاحياتهم، حتى اعطيك الراي الاخر ترد عليه يقول لك انه احترم لهم صلاحياتهم. هذه هي طريق لتعديل الدستوريه، هم رفضوها، هناك طريق اخرى قانونيه تحول الماده 38 الرجل سلكها. هذا جدل قانوني مفروغ. لا هذا ليس جدل قانوني، قد اشبع نقاشا. انا لا يحسب قانونيا، لا اشبع نقاشا قانونيا. هذا تاويل لقوم لم يستحوا أن يقولوا أن انقلاب فشل على رئيس المنتخب أنه حركة تصحيحية وأنه ليس انقلاب. وعبد العزيز نفسه جلس في النعمة بعدها ب3 سنوات وقال ما قمت به هو عمل انقلابي وغير قانوني، ولا أعرف كيف ينظر هؤلاء الآن بما فيهم قانونيون ومحامون الآن مع كامل الأسف يقودون الأغلبية. جلسوا حينها وقالوا ما حصل لم يكن انقلابا لأن العبد العزيز ترك البرلمان، ولأن برروا من يبرر الانقلاب لا يمكنه أن يتورع لعله جدل قانوني غير محسوم. لا 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 غير محسوم، لا لا هو محسوم بنص الدستور يا أخي، لكن هؤلاء لا يعسهم أي تبرير لهذه من الأمور. ما أريد أن أقوله إن هؤلاء عندهم صلاحيات منحها لهم الشعب الموريتاني انطلاقا من الدستور. بالمناسبة الدستور الموريتاني الآن باستثناء المواد الجديدة التي أدخلها عبد العزيز بآلية غير ديمقراطية لأنه غير شرعية لأنه أدخلها ببرلمان انتخب متأخرا وبمجلس الشيوخ تتجاوز، باستثناء هذا الدستور الموريتاني الآن دستور صيغة جمع بين سببين من أقوى أسباب التشريع، الإجماع وتصويت بنعم، أي في فترة انتقالية 2005 و2007. هذا الدستور جمع عليه كل الموريتانيين، لم يصوت أحد ضده، كل القوى الحية قامت بحملة له. هذا الدستور الذي جمع بين الإجماع وبين شرعية الإجماع وشرعية التصويت هو الذي يريد محمد عبد العزيز أن يعني يلتهمه بهذه الآلية، يعني قافزا على كل المعايير الدستورية. ترى ندخل في جدلية التعديلات الدستورية التي يعتبرها البعض مخرجات لحوار السياسيين. نعم. شاركت فيها أطياف كبيرة من الطيف السياسي الموريتاني والنظام ملزم بتطبيقها. لا يمكن أن يكون أكثر من كل موريتانيين. طبعا على الاقل الموريتانيين اجمعوا كلهم 2005 و2007 اطياف كبيره من الطيف شاركت. انا وحدي وانت تكون كل الموريتانيين الا شخصين. طيب يعني حتى نبقى في الموضوع، لا وش المقارنه؟ مساءله الوزير ولي عهد الحدي من عن زيارته، هذا طبيعي. ما الذي جعل هذه الزياره وحدها تلفت نظر مجلس الشيوخ ولم تلفت نظرهم زيارات السابقه؟ وما الذي فعله يحيى الحدمي في زيارته الاخيره يستوجب هذا التساؤل، هذا السؤال والمساءله؟ شوف، من وجهه نظري اولا ان مجلس الشيوخ تاخروا كثيرا في القيام بواجبهم. طيب نتجاوز هذه المرحله. المرحله الثانيه، رئيس الوزراء في كل مره بعد مره وحال رئيس الجمهوريه وحال النظام عموما كلما ضاقت عليه السقف الزمني لما دون 2016 كلما أمعنا في تجاوزات الدستورية والقانونية والسياسية. ورئيس الوزراء هو مجرد آلية مع كامل الأسف في يد رأس السلطة، يعني الذي يريد أن يتجاوز حتى السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، فما بالك وكلما أمعنا الرجل سينتبه. ما هي الأخطاء التي ارتكبها الحدمي في زيارته تستوجب المساءلة بنظرك؟ أهمها التلميح بالقفز على السقف الدستوري للمأمورية من خلال كلامه أن النظام باقي لما بعد 2019، ثم الإطار القبلي والإطار الجهوي حتى الذي لا يتورع الرجل عنه وهو عمل اجتماعات قبلية واجتماعات جهوية هنا في المكشوط، وهذا مع كامل الأسف يعمله كثير من مسؤولي النظام الحالي وليس لحد من نفسه حتى لا أشحب بالرجل فقط، وهو جزء من مرض اجتماعي.
طيب يجسدها نظام ويجسدها أيضا أنظمة سابقة لنكون دقائق. أخذ فاصلا قصيرا أعود بعده لمواصلة الحلقة. كما أستسمحكم أنتم مشاهدين الكرام يأخذ فاصلا قصيرا أعود بعده لمواصلة حلقة المشهد والتي تناقش حراك مجلس الشيوخ. لا تذهبوا بعيدا. تعلن قناة المرابطون لجميع المشاهدين الراغبين في الإعلان على القناة أنها تضع خدماتها بين أيديهم، تقنيات عالية في التصوير، في المونتاج، في الإخراج وفي الجرافيكس، معدات وآليات متطورة بالغة الجودة والدقة، فنيون مختصون في مختلف المجالات وصحفيون أكفاء. لإعلاناتكم ورعاياتكم وتغطيات نشاطاتكم يرجى الاتصال على الأرقام التالية: المرابطون، قناتك الأولى في وطنك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام جديد في الجزء الثاني والأخير من حلقة المشهد والتي تناقش حراك مجلس الشيوخ. ضيفي كما أسلفت الأستاذ محمد بن سيد مولود، كاتب ومدون. أهلا بك أستاذي مشاهدين. قلت أن الوزير الأول يحاول حد أمين من الأسباب التي جعلت مجلس الشيوخ يسائله هي تصريحه أو تلميحه ببقاء نظام بعد 2019. التصريح الذي جاء فيه هذا التلميح أو هذا التصريح، قال الرجل أن النظام باق إذا صوت له الشعب الموريتاني. النظام باق إذا صوت له الشعب الموريتاني. وهنا يرضخ لإرادة الشعب الموريتاني. ما تضير فيها. هم لا يرضخون لإرادة الشعب الموريتاني. قال قال هذا. لا في مهرجان جقني قال هذا. وفي طين قال هذا. القول أبلغ، الفعل أبلغ من القول. هؤلاء لا يرضخون لإرادة الشعب الموريتاني. لو كانوا يرضخون له لما قاموا بانقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب ولما أيدوه. لو كانوا يرضخون لإرادة الشعب الموريتاني لاحترموا دستورا أجمع عليه الموريتانيون وفاقا وانتخابا. لو كانوا يرضخون لإرادة الشعب الموريتاني لما عملوا أشياء تهدم المؤسسات الدستورية الموريتانية. أين محكمة العدل السامية يا أخي؟ أين محكمة العدل السامية اليوم؟ هل يمكن أن يقولون لنا أن هذا يعني غير واجب دستوري تشكيلتها التي طاحوا بسيد الشيخ عبد الله واعتبروها مبررا لها؟ ما الذي حصل مع سيد الغيلاني في المحكمة العليا؟ لماذا تأخر انتخاب مجلس الشيوخ؟ لماذا تأخر انتخاب مجلس النواب قبل تجديدهم الماضي؟ يعني هؤلاء القوم لا يقيمون وزنا للدستور ولا للرأي العام ولا لمشاعر الناس، لا يقيمون وزنا لحياة البسطاء الذين يعانون العطش والمرض الآن والفقر، لأنهم لو كانوا يحترمون مشاعر الناس يا أخي فيها إشتار مبارك وفيها الواقع والصيف لما انشغلوا بهذه الترهات التي يصرفون عليها من أموال الشعب ويضيعون. يا أخي لماذا الوزراء يقومون بمثل هذه الجولات الآن ويقومون بحملات وهم على رؤوس المصالح؟ يا أخي ألا تكفي نظام ملزم بتحقيق هذه المخرجات؟ لا يكفيهم البرلمانيون الموالون، لا يكفيهم شيوخ القبائل، لا يكفيهم من معهم من الصحافة، من معهم من الكتاب، من معهم من السياسيين. لماذا جهاز الدولة أكبر؟ لماذا جهاز الدولة الحكومي والإداري تأثير الوزراء على الشعب أكبر؟ حتى الجنرالات مع كامل الأسف والضباط يقومون بهذا بنظام عبد العزيز. يا أخي شما زاوه حتى في نظام السابق قال نسأل نظام محمد العزيز. لماذا نهرب دائما إلى ما هو أسوأ بدل النظر إلى المستقبل؟ لماذا نرتهن دائما إلى الماضي حتى لا تحمل الرجل وزراء هي قضية الرجل يا أخي تراكماته. من أسوأ واقع محمد عبد العزيز ومن أسوأ واقعنا في ظل محمد عبد العزيز أنه جزء من الماضي وصانع للحاضر مع كامل الأسف. محمد عبد العزيز لم ينزل أمس من السماء. محمد عبد العزيز حاكم موريتانيا منذ 9 سنوات بشكل مباشر وحكم موريتانيا منذ 13 سنة بشكل غير مباشر وجزء من النظام السابق 20 سنة أيضا قبل ذلك. يعني محمد عبد العزيز جزء من المنظومة التي حكمت موريتانيا 35 سنة وهو مطلق الصلاحيات وكاملها، لا يقيم وزن للدستور ولا يقوم وزن للقوانين ولا يقوم وزن لشركائه الذين معهم حتى وزراءه يحتقرهم. تنبقى في قضية مجلس الشيوخ. يعني أريد جاز مؤتمر رؤساء أيضا إنشاء لجنة التحقيق في مصادر تمويل هيئة الرحمة التي يرأسها بدر والعبد العزيز نجل الرئيس الموريتاني. نعم. هل مجلس الشيوخ يملك الآلية التي تخوله التفتيش لتفتيش هيئة الرحمة؟ هل يملك الآلية؟ إذا كان وراء مجلس الشيوخ رأي عام يريد القانون والدستور ويريد العدالة بين الناس يتجب مساندة هؤلاء في هذا المسعى. إذا كانت أمامهم سلطات تنفيذية تحترم الدستور والقانون يجب أن تفتح لهم الأبواب.
أما إذا كنا وهذا هو الواقع وفي حكم الغاب ومعضيل فطبعا هم لا يملكون سوى ما قلت لك أنهم لا يملكون إلا ما يملكه هو تملكه أي جانب النظري فقط. ما الذي حملهم على آلية محاولة التحقيق في هذه الهيئة؟ هذه هيئة يريدون تمويل خارج ربما يريدون أن يقوموا بجزء يسير من واجبهم الذي تصرف عليه أموال الشعب من أجل القيام به، فإذا عرقلتهم السلطة التنفيذية فهم عرقلهم أن يدخلوا مكاتبهم، فما بالك أنت شفت بعينك وأنا شافت والمشاهدين شافوا واحد من القرد ما هم خليهم يدخلوا ولا ما خليهم يأخذوا مكاتبهم، فلا يمكن أن نلومهم، يمكن فقط أن نلومهم على أنهم قصروا أكثر. أنا ألومهم لأنهم قصروا. هذا محمد عبد العزيز سن لهم سنة التحقيق في هيئات الأسر الحاكمة لأنه برر انقلاب على سيدي الشيخ عبد الله بعدم قبول هيئة، وهذا لا أتذكر أنه حصل أيام سيدي ولكنهم قدموه كمبرر. لا أتذكر أن سيدي رفض تحقيق البرنامج لكنهم على الأقل سوقوا عليه وقبلوه على الناس. فهذه السنة سنها محمد عبد العزيز تحقيق في هيئات الأسر الحاكمة، فلماذا يمنعون؟ يجب أن تفتح لهم الأبواب ويحققون في هذه الآليات الموجودة على شارع عزيز. ما هي الشبهات التي تتداعى عليها؟ وستاسيون وقرادرات يجب أن يحقق في هذا وحوش كبير وممتلكات هائلة. هل هذه الشبهات بمجرد أن تمتلك مقرًا وتمتلك آليات؟ هل هذه الشبهات تغتر؟ هي يعني على الأقل هي نفس الشبهات التي وقعت فيها خطوة وإن كانت خطوة ما قد سنها آليات بهذا الحجم. يفتحوا لهم الباب ويحققوا لهم أنتم أخباركم من هذا. وحينها يوخون ملفات نظيفة يعود الشيوخ عدل شغلتهم ويعود هم بر رؤوسهم وما سوى ذلك. فهو طغيان لسلطة الشخص وطغيان للمؤسسات التنفيذية في ظل محمد عبد العزيز، يعني ذي الخلفية الانقلابية العسكرية على المؤسسات الدستورية، وهذا قاع ما هو ضد شيوخ وحدهم، هذا فطيتك عليه يوسف من النماذج الأخرى ابتداء من الانقلاب إلى طيب محاولة تفتيش هذه الهيئة يقال لك أيضا كما أسلفت ومحاولة مساءلة الوزير الأول ومساءلة أيضا لبعض الوزراء وزيران آخرين من قبل شيخين آخرين، هؤلاء هم نواب الأغلبية شيوخ الأغلبية هم من يريدون أن يقوموا بهذا. نعم. هل هو بداية تدمر داخل الأغلبية أم أنه بداية خلافات بدأت تطفو على السطح كانت داخلية وتشهد في لا تلا؟ شوف أولا هم يدوروا يكمل لك بعض الصورة اللي تفضلت بها هم يدوروا يسولوا عن صفقات وخاصة صفقات التراضي اللي قعدوا لعبد العزيز قبل سنتين وقال عنها ما تتخارج وهي خلقت عاقب كلام مع كامل الأسف خلقت سابقة كيف كهربت الطريق نواديبو وكيف كيف الأعلاف عام السنة الماضية اللي كلها أعطاها صفقات تراضي فيها مئات ملايين وضقع فيها مليارات ويدوروا يسولوا وزير الخارجية عن قضية باسبورات الدبلوماسية التي أصبحت ملك شخصي لا تمنحه لمن يمنحه له القانون إلا بمزاج من الشخص الفرد الحاكم للصلاحيات المطلقة. هذا واجبهم ليعدلوا. ردا على سؤالكم هذا جزء من فشل النظام الحاكم ومن فشل الرئيس نفسه إلين تتمرد عليك أغلبيتك وتخالف الدستور بدرجة الناس اللي تبغيك وماشي معك مسار واحد ما تقدر تحملك، هذه أكبر مؤشر على الفشل اللي دفيه الرئيس ومن يوالونه وليس مجلس الشيوخ. هؤلاء الناس كانوا مؤيدين الرئيس ومازالوا إلى ذاك ما فاتوا عنه عنهم عارضين يا غير الراجل أهرب على الدستور ودفيه دفياسيهم ما توقعدين يحملوا أوتو أكبر من صبارهم أكبر من سكاتهم. قال في البعض أن هذا مجرد خلافات داخلية بين الأغلبية أجنحة تتصارع داخل الأغلبية. لماذا تخلي خلافات داخل الأغلبية؟ هذا فشل آخر، صراع على المصالح، هذا جناح يريد المصلحة يتمكن أكثر في السلطة وهذا أيضا يريد إذن هذا النظام الثوري بين قوسين. إذن هذا النظام اللي جلي يصلح موريتانيا ويدعي أنه نظام الفقراء ونظام العدالة ومحاربة الفساد فشل في ضبط موالاته وجهازه الحكومي. لعل الرئيس ليس مسؤول عنها بصفة خاصة. ولماذا ليس مسؤول؟ هو مطلق الصلاحيات ولا يقوم وزن المؤسسات الدستورية وجعل أظهر دبابة. من قد يعرقل العبد العزيز؟ من يستطيع أن يسأله؟ من يستطيع أن يحاكمه؟ هم الشيوخ صوتوا بلا رأي لو كوش من زرهم. الوزراء أصلا يقيلهم بجرة قلم وهذا صلاحياته. النواب قد يقيلهم بجرة قلم. المجلس الأعلى للقضاء هو شيخه. المجلس الأعلى للقضاء هو شيخه. يعني طيب هذه صراعات داخل الأغلبية تترجم فشل الرئيس والتيار حتى تعطيك رأي وفشل المساري وفشل في 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 سأعطيك الوقت أستاذ تقول ماذا تريدون. نعم يقول لك البعض أن هذه صراعات داخل الأغلبية جناح يريد أن يضرب جناحا داخل الأغلبية وحينها سيدفع البلد ثمنها غاليا مصلحة البلد. وأن الرئيس حتى أقول وأن الرئيس حريص على أن على ما في مصلحة البلد وعلى أن يتقدم فيه إلى الأمام بهذه المخرجات التي جاءت مخرجات لحوار شهده حضرت وطيف كبيرا المعارضة. الرجل حريص على تطبيق هذه المخرجات التي فيها مصلحة موريتانيا التي فيها مجالس جهوية ترسخ اللامركزية والتي فيها تخفيف على أعباء الدولة والاستكفاء بغرفة واحدة إلى آخره. هذا الصراع الرجل لا يريد له أن يقف في وجهه تطبيق هذه المخرجات. ما ترى؟ شوف أين هي نتائج حوار 2011 مع المبادرة
سوى عبد السلام الحرمة والرئيس، رئيس عبد السلام الحرمة والرئيس بويدل الحميد والرئيس كان حميد بابايا، كان اللي اتفق عليه الساعة كان أخلق. طيب يلام في ذلك ويحمد له هذا؟ لا لا يلام في عدم تطبيقها ويحمد في تطبيق هذه؟ هذه لم يطبق، تريدون أيضا لن يطبق هذه أيضا بالآلية، هذه لم يطبقها بالآلية الشرعية. أنتم حين لا يطبق تقول الرجل لم يطبق، وحين يحاول التطبيق تقيمون الدنيا لتقعدوها أيضا. مشكلة حنيني هو وش عدل؟ هو إذا ما طبق تقولون الحوار مع جزم من المعارضة أهم في سلم الشرعية والتشريع أم نص دستوري وقفة برلمانية أعلى؟ لا هما أهم. استفتاء مقدم للشعب، الشعب يقول لا والله يقول نعم، وفات القصة. لكن الاستفتاء يقدم للشعب بطريقة غير دستورية وغير دستوري، رأي قانوني ويعتمدون على رأي قانوني. رأي قانوني يا أخي ما هو جدل غير محسوم. عندنا باب للسلطة التشريعية فيه، لكنها مادة مطلقة غير مقيدة، الرجل استخدمها. لا مطلقة أصلا مقيدة يا أخوي. مقيدة. مشرعين بعد كاملين يقولوا عن لا الاجتهاد. وهؤلاء يتكلموا وهم قانونيين. ذو اللي مع المعارضة هم أستاذ، ذو اللي مع المعارضة هم القانونيين، وذو اللي ما مع المعارضة قاهرهم لك. قالوا يا خبراء دستوري ما مع المعارضة، وهذا اللي مع المعارضة. أعطيني رأي واحد من القانونيين وخبراء الدستور اللي مع الموالاة قال عن العدل بن عبد العزيز ساعة انقلاب، هل الانقلاب كبير دستوري؟ هل هو انقلاب؟ هل هو خطأ لا يقدح هذا في عدالته الدستورية وفي معرفته؟ لا يقدمون أراء قانونية، لا تعتمد على ذيك أراء قانونية علمية. حد يبرر انقلاب عندك إنه لا قد رأي سياسي، لا قد رأي سياسي، هل رأي قانوني؟ هذا ما هو رأي قانوني، هذا رأي سياسي مولي. أنت عندك باب قالوا باب التعديلات الدستورية عنده هرت مواد واضح، وين قد نرجع لهذا المدار يا أخي؟ طيب هذا النظام شبه انقلاب وما يمارسه الآن ينسجم مع طبيعة. جاء بانقلاب عام 2008 مش عدل، بعدها جاء بانتخابات شرعية 52% طرف الشعب المرتاني واعترفت فيها المعارضة حتى طبعا زابر المعارضة اعترفت فيها. الرجل الآن هو رئيس الشرعي به اللي راعوا فيهم وطن مختطف من عند رقاش مسلح وخطير، وشبه مدة اعترف فيه ولا يمشي في الرقة يا غير اني اعترفوا بيش عدل تم الله من انقلاب لانقلاب. شوف 2016 انتخابات البرلمان جاءت بعدين النواب تخطاوا تاريخهم، مجلس الشيوخ ما فات الى ورك وجدد، محكمة عدل سامية في القترك اللي خلق فيها، المحكمة العليا في القترك اللي خلق فيها، المجلس الدستوري ما هو شرعي به اللي أعضاء منه تاريخ ميت يا أخي. مجلس الشيوخ حالة وضعيته ما هي طبيعية اللي متبارك ويتقى. والطريف الأول مجلس الشيوخ اللي تعتبره المعارضة الآن قلعة للنضال حتى اعتبرت المعارضة قلعة للنضال هذا المجلس وما هو شرعي، قلت شرعيته مسؤولية من والعبد العزيز الذي لم يقوم. طيب الوقت انتهى، ما مصير هذا الحراك الذي يقوم به مجلس الشيوخ وإلى ما سيفضي برأيك؟ بالنسبة لي هي هم هيئة تشريعية يقومون بجزء من واجبهم الذي تأخروا كثيرا في القيام به، ينبغي أن يستمروا في هذا. إذا ساندهم الرأي العام وساندهم احترام السلطة التنفيذية لما يقومون به ستكون يعني مؤسسة دستورية تسترجع بعض صلاحياتها، وهذا هو أهميتها. هي أصلا هي المؤسسة الوحيدة التي تكبح شوي سلطة فرض الحاكم. إذا لم تساند السلطة التنفيذية باحترامها، السلطة التنفيذية يقودها راشد شكرا في رئيس منتخب وقفز على المؤسسة الدستورية كاملة، ولا ريا غلب قطعا يشطب عليهم وقد قاعد يحبسهم كاملين وقد يحبس برلمانيين معهم، وإذا ما هو مهم بالنسبة له يدور روح مرتاف متاهة. وبالتالي نرجع إلى نقطة إذا تمت المصادقة على تعديلات والانقلابات ذاك النوع هذا قاعد هو تبارك الله تمت المصادقة على تعديلات الدستورية المرتقبة في 15 يوليو، ما مصير مجلسه؟ ستحل الغرفة في المرحلة ستحل الغرفة إذا ويكون هذا الجدل، ويكون هذه سلسلة إضافية من سلسلات محمد عبد العزيز الانقلابية التي ستؤدي إلى انقلابات موالية. ما انقلابات يقوم بها هو نفسه أعضاء مجلس الشيوخ يقوم بها واحد آخر عليه هو أعضاء مجلس الشيوخ. دستور بعد القانون والديمقراطية ما فيه قطع، اعتبروا استدعاء هيئة الناخبين خرق القانون، كيف ذلك؟ أصلاً هو خرق القانون، كيف ذلك؟ به للمسار الدستوري العادي قبوه السلطة أولاً، لو كانوا ما يعرفوا عن المسار الدستوري العادي يمر من حمل الشيوخ يعودوا جولاهم هم سيتجهون لاستقلال شعبي عن طريق لجنة مستقلة انتخابات، أين خرق الدستور في هذا؟ هذا كامل الجد أهم من الدستور مثلاً صراحة، وأهم من غرفة مجلس الشيوخ وعلى سلطة تشريعية معطيالها. لكن هذا الناس حتى اذا قالوا الشعب اليس الشعب مصدر السلطات؟ اليس الشعب مصدر السلطات والمشرع الاول والذي له الفصل الشعب له الفصل في كل الخصومات؟ الشعب مصدر السلطات استاذ سامح حليم حتى نعم تفضل هو مصدر السلطات وهو الحكم والفيصل. نقدم له هذه الاستفتاء نستفتيه، اذا قال نعم تكون الطرف الاخر هزم، واذا قال لا هزمت الاغلبيه. هذا كلام ديمقراطي، هذا الشعب مصدر السلطات، غير الشعب يترجم هاي المصدريه يترجمها في مؤسسات دستورية وفي دستور يصوت عليهم. احنا ما عندنا الديمقراطية المباشرة، لماذا ما يرجع على محمد عزيز تعديلات الوزراء الوزارية اللي عدل؟ هؤلاء ممثلون للشعب، اذا رجعنا للشعب بنفسه يكون هذا خرق الدستور؟ محمد عبد العزيز ما هو رئيس جمهورية. اي طيب ما هو رئيس جمهورية، يلا تم يرجع للشعب في تعيينات وزراء وتعيينات مدراء. عندنا واحد في العبثية في الديمقراطية المباشرة، هؤلاء ناس منتخبين والدستور صريح بهم، قال عنهم الرواية ما قبلوها ما يلا تخلف في الدستور، ارجعوا المادة 99 الدستور 100 و101 نرجعوا الى المادة 38 ويستمر الجدل القانوني. نرجع قاعد عن الحرية
عن لا تقيد قانون الحرية قاعد نطصوا عن المساجين من الاحباس نوخذ هاي المتاهات. طيب الاستاذ قاعد انت عاد النظام يعني قاعد في الدستور من راسه. الوقت انتهى الاستاذ محمد سيد مولود كاتب ومدون، شكرا جزيلا لك على قبر دعوه، شكرا لك على سعه الصدر. الشكر موصول لكم انتم مشاهدي الكرام، الى ان يضمني واياكم لقاء اخر في حلقه اخرى من برنامج المشهد لنقاش موضوع اخر. تقبلوا تحياتي، دمتم في رعايه الله وحفظه.